حتى لواحد النهار غادي يعيطوا عليا خواتاتو، بغيناك تجي لعندنا دابا. واخا انا كنت دايره مع صاحبتي، فقلت ليها شوفي يا فلانه سيري القهوه، انا دابا نتبعك، عندي واحد الغرض خصني ضروري نقضيه. مشيت لعندهم، طلعت للدار لقيت خواتاتو جالسين لتحت. كي دايرين ياك؟ لاباس، شنو واقع بدا؟ سميره بغينا نجيو نخطبوك. نعم انا راني تفرقت مع كمال، شو باغي تخطبو؟ لا انتي كتبغيه وحتى هو، وبابا راه جا من البلاصه الفلانيه باش انا نجي نخطبوكم. ما لقيت ما نقول، طلعوني جلسوني مع باه وامه وحشمت من باه. اول مره غادي نشوفو وما قدرت نقول حتى شي حاجه من غير مرحبا بكم. غدا غادي نجيو، سيري يا بنتي قوليها لداركم. جيت قلتها لبابا وماما، قالوا لي ما عندنا ما نقولو ليك، اللي بغيتيها مرحبا قولي ليهم يجيو. رجعت لعندهم وقلت لهم غدا مرحبا بكم. خرجنا في ديك العشيه وهما بداو كيتقداو ليا داكشي اللي كيجيبو في الخطبه، الخاتم وكلشي. لا غد ليه وجدنا، وعيت على ماما واختي الحقيقيين، فقط هما اللي جاو باش يحضروا معايا ديك الخطبه. جاو دوك الناس وكبروا بيا داك النهار، جاباه ومو وزوج من خواتاتو وهو ومرت خالو، وجايبين معاهم بلاطوات، واحد ديال الحنه وواحد فيه تفصيله ديال جلابه وقميص وملحفه وبلغه وريحه وتبصيل فيه الفاكهه والسكر والورد والحليب والخاتم ديال الذهب الى ما اخره. المهم جايين بتحميره الوجه. دوزنا العشاء، بغينا بنتكم لولدنا وهما يقراو الفاتحه. دوزنا ديك الخطبه على خير ومشاو في حالهم، كل شي فرحان. غيهضر معايا في الليل وقلت ليه كمال راني حاسه براسي ماشي حتى لهي. فعلا ما كنتش حاسه براسي هي هذيك، لا وراه هادشي عادي وراه غير الخلعه دابا تولفي. رجعنا كيف الاول، ولكن مع ذلك كنت متخوفه بزاف من هاد الخطوه اللي غندير في حياتي. واحد النهار خواتاتو جاو عندي في شي عيد وجابوا لي التفكور كيف تيقولوا، وقالوا للدار بلي انه سميره غادي تمشي معنا تغدى. مشيت معاهم ولكن ماشي باش نتغدى، غادي يديوني عند واحد الفقيه. قالوا لي حقا شي حد دير لك شي حاجه، كنتو كتبغيو بعضياتكم ودابا لا. باش نقربكم منهم، هما من داك النوع اللي تيامنوا بهذا الشيء بزاف، وانا ما كنتش عارفه. كنت نعرف بلي انا اختو فيها لا رياح، بمعنى كطيح بالجن وتيذبحوا، ولكن ما كنتش عارفه داك الشيء مزيان. غادي يديوني وانا كيف البهله غير تابعاهم. جلسوني عند الفقيه كيدير داك الشيء بواحد الجنويه، كان تيشوف فيها هذا ما هذا، وهو يقول لهم خاصها ضروري انها دير لدون. نقزات اختو قالت انا غادي نديرو ليها، واخا غادي تمشيو تجيبوه ليا هو المسامر وتصورتك، وانا غادي نصايب لك القوام كله. جبت ليه فعلا وكتب ليا شي تخربيقه في التصويره، وداروا ليا فلان لدون وعطاه الاخت كمال، هذا ديريه ليها يوميا. مشينا للدار دارتو ليا وبدات كطفيه ليا من تحت مني في الحليب، واختو طاحت وبدات كتهضر على اساس انه داكشي اللي ساكن فيها وماشي هي. انا ما عارفش شنو واقع، ما تندوي ما تنفكر وما تنطق، غير واقفه وساكته وكنشوف. سالا وبقيت عندهم ديك العشيه وتكيت نعست. نط سولوني واش بخير، لا بخير الحمد لله، ونط جيت في حالي لدارنا. هادشي كله ما كنتش انا كنقولو لدارنا. بقينا على داك الحال، تخطبنا 7 في شهر 8، 10 ايام اللي بقات جمعنا فيها الوريقات. نهار 19 في شهر 8 درنا العقد. قبل العقد دويت انا وياه واتفقنا باش انه يعطيني 60000 ريال في الصداق، وقلت لدارنا ها نتوما ما تقولوا لكمال حتى شي حاجه، حيت هو مسكين ما عندوش، وراك غير داك الصداق اللي غادي يعطيني الله يخلف عليه. غادي نديروا العقد وعطاني الصداق ديالي، واتفقنا على بما انه ما عنده لا دار لا خدمه مستقره انني نعيش مع دارهم، وانا ما كانش عندي مشكل، بالعكس خواتاتو اعزاز عليا هما خواتاتي. فرحنا جينا للدار في العشيه، خواتاتو قالوا لينا غادي نجيو لعندكم. خرجت هزيت من دوك الفلوس نتاع الصداق وشريت الحلوى العصير وكاع داكشي اللي خاص. جاو لعندي معاه وضحكنا كلاو مشاو في حالهم، وهو قال لي يلا تخرجي معايا. مشينا للدار بغى يتجرأ عليا، قلت ليه لا خويا حبس حتى نديرو العرس. مع دارنا كانوا مصرين اننا نديرو العرس، اتفقنا ودازت شي يومين درنا لهم العراضه، واتفقنا فوقاش اننا نديرو العرس وغادي يعاونونا بشي حاجه اللي هي رمزيه. عاودو هما عرضوا علينا ومشينا لعندهم. بقينا كنوجدو في العرس، وكل مره هو كان كيقول لي اجي، راه حنا دابا درنا العقد. كنت نرفض وبقينا بحال هكاك، حتى بقات شي سيمانه قبل العرس اقترحوا عليا دارهم ودارنا باش انه راكم عارفين حيتاش الليله ديال العرس يقدر شي حد يدير لينا شي حاجه. المهم دوزنا ديك الليله داز كلشي مزيان، جا النهار ديال العرس كلشي فرحان ونشط، انا هو كلشي هو هذاك. من بعد مشيت معاهم لغد ليه دارنا غادي يجيبوا لي الفطور. سال العرس واللي خسرنا فيه فلوس بزاف، وهو قاد شي حوايج في دارهم، صبغها قاد البيت وفرشو، وهنا سالات الحفله وسال النشاط وغادي نسدو علينا الباب، وهنا فين غادي تبدا الحياه الزوجيه الحقيقيه، واللي مخبي شي حاجه غادي تبدا تبان. اول حاجه هو كان تيشرب، هذه كنت عارفها،
ولكن النهار اللي خطبني فيه شرطت عليه باش انه زوج ديال الحوايج يتحيدوا هي الشراب والهضره مع البنات، حيت ديما كنلقاه مجمع معاهم وكل مره كان تيعطيني شي مبرر في شكل. قلت ليه بلي هاد زوج حوايج حيدهم حيت اش عمرني ما غادي نقبلهم عليك، والا اخويا بلا ما نديروا هاد الخطوه. من مورا العرس السيد تسيف والوعد مشى مع الواد، ولا الخمر يوميا صاير يوميا. اصلا نهار العرس كان جاي دايخ، مع الوقت بدا تيقول لي حبسي ماني الحمل، لا ماشي دابا كامل حتى ندوزو شي عامين نعرفوا بعدا راسنا من رجلينا ونتقربوا من بعضياتنا. دوزنا شهر وشي حاجه، قلت ليه بغيت نرجع نخدم عند ديك السيده مولات الذهب، واخا بشرط انك تلبسي جلابه وتمشي محترمه. لا لا كون هاني. رجعت تنخدم اقسم بالله اذا ما فتش عندها سيمانه، كنت كنمشي مع العشرة ديال الصباح وكنرجع مع جوج ونص، كنلقى الكوزينه عامره ماعن، اللي كلاو فيهم اللي كلف شي حاجه تيحطها تما، وكانوا تيجيبوا الناس وتيطيبوا كيديروا الطناجر والكوكوطات الكبار وكلشي كانوا كيخليوه ليا باش انا نغسلو. كنجي تنبدا كنغسل دوك الماعن، تنجمع بيتي والدار، ما كناكل ما كنشرب، كنلقى راسي ساليت مع الربعه تلبس حويجاتي ونعاود نهبط عاوتاني للخدمه. بقيت غدا بحال هكا تقهرت بمعنى الكلمه وما قديتش وجلست. وقلت لي شوفها كمال، النهار الاول قلت لك بلي انه عزيز عليا داكشي ديال الاستيتيك، انا دابا بغيت نقراه. واخا شويه دارهم بداو كيمعنيو ليا، حنا ما عندناش اللي كيقرا هذا الشيء، ومره ماشي شي ناس اللي زعما معقدين ولا مزيرين في حياتهم، لا اختهم طلقه عندها زوج ديال الاولاد وكاسه معنا في الدار، كتلبس عادي وما دايراش الزيف، تيخرجوا تيسافروا واختو الصغيره ما كاين غير صبايغ، وفاش بغات تدخل هي تقرا هذا الشيء بداو يقولوا ليها راه عادي، حتى لعندي انا عادوا يقولوا ليا عيب وحشومه، وما عندناش مرت الولد اللي تلبس الرومي، خصك ديري الجلابه والزيف، وانا غير حاضره راسي وساكته. مراها غادي يمشي يخدم في ديك المدينه، ومشيت لدارنا وكانت جات كورونا، انا خفت على والدي، كنت مره كنجي لعندهم كنطلع لهم وكنتقدى لهم. مو ما عجباش الحال، قالت لي انا معامل خصك تشاوري واش خالتي تخليني نمشي لدارنا، ولا قالوا لا خصني نبقى معاهم. هو كان كيصيفط الفلوس، كان كيصيفطهم لمو اللي كتنوض هي كتعطيني منهم 200 درهم، وملي تنقولها ليه تيبقى عليا صبري امي هذيك الله راه ما صيفطش بزاف، كل مره كيقول لي جمله. انا فاش وليت كنشوف بحال هكا وليت كندير بحساب انه غير كيقرب يتخلص ويصيفط ليها الخلصه، كنجي دارنا وكنقول ليه شوفها كمال صيفط ليا حقي من دوك الفلوس اللي كنتي ناوي تصيفط لامك، وكيصيفطهم ليا. فاش يصيفط لي يصيفط لي ب 500 درهم ولا اكثر، ماشي بحال 200 درهم، شو غادي دير ليا؟ متصيفات عليا وليت داراها في جنابها غير علاش وعلاش وعلاش، وبداو كيعمروا ليه راسو بزاف. من بعد شي 4 شهور ولا اكثر عاد غادي يجي هو وباه، وبدينا ثاني في المشاكل ديال الشرب اللي كان يوميا، وكنت خاصم انا وياه وكنت ناقشو. هادشي كله كان كيجيني عادي رغم الضغط ديال والديه والشقة اللي كان مليوح عليا، رغم الهضره اللي كتلاح في ودني، وتنقول نصبر حيتاش تنبغيه، وفعلا صبرت ولبست الجلابه ودرت الفولار حيتاش والديه بخوني بحال هكا، ولكن ما كاينش معامن حيت في الاخير غادي يطعني اكبر طعنه في العمر، او لا اكبر طعنات في العمر. كنوقعوا بزاف ديال المشاكل، وفوق هادشي هما مشعوذين كتر من القياس، تيبداو يديروا الذبايح الليالي وكيامنوا بزاف بالسحر، واللي عندهم شي حاجه اللي هي مقدسه وخصهم يحترموها. راه نعاود حتى نعيا، ومع ذلك كنت ساكته ومغمضه عينيا، ما عرفتش واش كانوا دايرين ليا شي حاجه حتى انا ولا ما عرفتش. المهم غادي نحيد ماني على الحمل حيتاش كان ضارني وما وافقنيش، ودايره الحساب لمده 4 شهور كلشي كان غادي مزيان. دازت مده ومشى هو، وانا بقيت كنتسنى في الدوره الشهريه ديالي ولكن والو، وهنا عرفت راسي باللي انني زبلتها، ورغم انني كنت شاده حسابي ومزيان. قلتها لختو، قالت لي ديري التيست، درتو ويا ريت يا ريت كل ما طلعوش دوك الزوج الشرطات. خرجت عندها وقلت لها شوفيها فلانه صافي فيها خير. انا تنبكي وكنشهق. انا تمو قالت لي علاش كتبكي انت محيده الفانيد باغا تحملي وانت دابا جالسه كتبكي. سكتي سكتي، صرتها وسكت وما قديتش نقول شي حاجه ككل مره. قلتها لوالديه وما عرفت لا نفرح لا شنو ندير، وحتى هو فاش قلتها ليه هو اللي كان مشوق وباغي نحمل ما قال حتى شي حاجه. قبل اصلا ما نعرف راسي حامله كنت قلت لهم راني كنت شهر فيسه عفاكم ديروها ليا، واخا حتى الغدا، واخا حتى بعد غدا، واخا حتى من بعده. شوفوا انا نعجن الخبز ديالها، نتوما غير ديروا لي ديك المريقه ديالها الله يخليكم. عمر شي حد ما عتقني في شي حاجه بغيتها. من بعد ما عرفوا بلي انا حامله، واحد النهار تحولنا مجموعين من ديك دارهم اللي في حي الشعبي اللي كانت كبيره لدار وحده اخرى ابارتمون في واحد الحي واحد اخر اللي كان شويه راقي. سكننا في البريمير، والله العظيم كانوا تيعطوني شبكه عامره بالحوايج ويقولوا لي طلعيها الكاتريام ونشريها وهبطي، ومنين تنشف عاودي طلعي وجيبيها قبل ما يظلم الحال. وانا طالعه نشر
كنشم ريحة ديك الرفيسة، بغيت نتسطى، أقسم بالله إذا بقيت كنشم دار بدار حتى لقيت الدار اللي فيها ديك الريحة ومشيت دقيت بلا هواية. وصراحة الله يجازيهم بالخير عمرني ما ننسى ليهم. دقيت على السيدة خرجت عندي، عافاك أنا مزوقة فيك أختي، أنا راني ساكنة تحت منكم وكانت توحم، عافاك واخا غير القيمة ديال الرفيسة. قدت لي مسكينة طبصيل وهبطت وهي تشوفني حماتي، شنو هاد الشيء؟ راني شميتها عند الجيران وما قدرتش نقاوم. عرفتوا كيفاش كنت ناكل في ديك الرفيسه باللهفه بحال عمرني ما دقت النعمه، وما قالوش نوضوا نديروا ليها مسكينه راه كتوحم ابدا. المهم كليتها وطلعت للسيده الطبصيل وقلت لها الله يرحم ليك الوالدين. بقيت طالعه هابطه في داك النشير العشيه كلها، امو كانت كتمشي طيب عند الناس. داك النهار مشات للعروبيه طيب عند شي ناس وهي تنوض اختو، قالت لي نوضي نخملوا الصالون. واخا انا تخملت انا وياها وكان قادو وكان هزو في العود اللي كان ثقيل شويه، كان حس براسي بحال جاني شي نزيف خفيف. قلتها ليها لا لا عادي، ايوا منين عادي صافي، انت راه عندك تجربه. من بعد يومين قالت لي حماتي بغيتك تسخري ليا، غادي تمشي عند واحد السيده تجيبي ليا الفلوس. نض الصباح قالت لي اختو الكبيره قبل ما تسخري لماما اجي نخرجوا انا وياك نتقداو ومن بعد نمشيو عند ديك السيده، علما انها عمرها ما قالت لي نخرجوا نتقداو. وداك النهار ما عرف شنو جاها. المهم صباح بكري طيبوا الحسوه اللي كانت فيها حب الرشاد الحلبه والسانوج، فيها كاع دوك العشوب اللي كانوا سخان. فيقاتني حماتي قالت لي غادي تشربي زلافه عاد تخرجي تسخري ليا باش ما تسخفيش وانت حامله. واخا خالتي انا غدا غير بنيتي، فعلا شربت ديك الزلافه وخرجت انا واختو غادي على رجلينا المدينه كلها تمشيناها. وفي الاخير صيفطاتني عند ديك السيده وقالت لي هاكي 10 دراهم باش تلقاي فاش ترجعي في الطاكسي. فعلا مشيت لعندها، انا دخلت كنحس بالموت نتاع الوجع، ما قلت والو صبرت. ديك السيده قالت لي ما غاديش تمشي حتى تتغداي معانا، حطوا الماكله وبديت كناكل بزز. عطاتني فلوس حماتي وقالت لي بلاتي نمشي معاك انا وراجلي، وانا تنموت بالوجع وغير ساقله وكنحس بشي نزيف فيا وما قلت والو. وصلت للدار مشيت نيشان المرحاض عزكم الله، وغادي نلقى الدمايات كتشرشر. خرجت نجري عند اخت كمال قلت لها شوفي شنو لقيت، بما انهم عندكم دابا نتوما الناس انا غادي نمشي لدارنا هما اللي يديوني للسبيطار. صافي واخا شديت الطاكسي وجيت لدارنا، قلت لبابا ديني دابا للسبيطار راه فيا الوجع وراه فيا نزيف. ماما قالت لي واقيلا راه طاح لك الجنين. مشينا للكلينيك شافتني طبيبه وقالت لي عندك فوسكوش. درت التلفازه وتنسول واش هذا الجنين باقي حي ولا ميت. انا ما نقدر نقول لك دابا والو حيت ما باينش معايا، الله عندك شي 5 ديال السيمانات. عطاتني الدواء وشي تحليله، جيت لدارنا على اساس انه اللي في كرشي راه فقدته، علما انه كمال ما كاينش. وعيطت ليه وقلت ليه، قال لي باك يتكلف بك واللي كلفاتو انا نصيفطها ليه. اختو حدا عيطات لي في العشيه انظر شنو درتي والو، اشنو قالت لي الطبيبه. امو ما عيطاتش ليا وما جاوش لعندي، بقيت في دارنا لغد لي داني بابا عند طبيبه وحده اخرى اللي قلباتني وسمعتني الدقات ديال القلب نتاع البيبي ديالي. وليت كنقول يا ريت كون غير طاح، وفي نفس الوقت كنت باغاه. قالت لي هانتي الجنين راه مازال عايش. عطاتني الدوايات وقالت لي باش انني ما نوضش ونبقى غير مجبده وما ندير حتى شي حركه ولا سكون حيت في اي لحظه نقدر نفقدو. المهم رجعت لدارنا وكلشي مقابلني. لغد لي كتعيط لي امو، الو فينك دارنا ما جاياش؟ لا وعلاش؟ خالتي راني كنت عند الطبيب وطلب مني انني نرجع عاوتاني عنده من هنا سيمانه. ايوا صافي، وهي تقطع عليا ما جاو عندي ما طلعوا عليا ما سولوا فيا. بقيت في دارنا واكله شاربه نعسه مرتاحه. عيطت لكمال وقلت لي شنو داروا معايا في داركم، نساي ما تفكريش في هذا الشيء. تناقشنا زيت معاه في الهضره، تناقشنا وبلوكيتو، هما تيضغطوا عليا بالهضره وانا كذلك، غادي يهز راسو وغادي يجي. الو انا جيت. كيفاش؟ راه قلت لك انا جيت. مع 11 ديال الليل جا عندي للدار وحلوا ليه، قال لي بابا بات معانا. دخلنا لبيتي وقال لي انا جيت على قبل ديك البلوك اللي درتي ليا. المهم مني ومنك تصالحنا، صباحنا مشى لدارهم شويه تيعيط ليا غادي تجي. لا راني ما جاياش. شوفي راه قالت لي اختي بلي انه ما فيك حتى شي حاجه وداك الشيء كله غير كذوب. منين قال لي بحال هكا تعصبت وبديت كنغوت، كيفاش تيكذبوني وانا وريتها كلشي؟ واش الطبيبه غادي تكذب؟ نمشي نوض دابا نتواجه مع اختك. مشينا دخلنا درت عند اختو وقلت لها انت كتقولي لكمال بلي كذبت وبلي انا ما فيا والو، واش انت متاكده؟ راه داكشي اللي كان فيك راه عادي. بقيت مني منها تليت معاها خليتك الله، بغيت نوض نمشي في حالي. بدا بابا كيهدن في الامور. المهم مع بزاف ديال بحال هاد المشاكل غادي تجيه كورونا، غادي نوقف معاه واخا حامله. كنسهر معاه ومقابلاه ونعسى من فوق من راسو بلا ما نخاف على روحي. فاش برا اول حاجه دار هو انه قال لختو اجي نخرجك اختي انت اللي وقفتي معايا.
بقيت غير تنشوف وما لقيت ما نقول. داز شي ايام قلت لي كمال بلا ما نبقاو كاملين مجموعين في الدار يلا نمشيو لدار والديك اللي خاويا نبقاو هانيين. داز شي ايام قال لي يلا نمشيو، مو غادي تقول لي قبل ما غادي تمشيو بلاتي نعيط على باك نقولها ليه هو الاول. قالوا الحاج بخير ورا سميره وكمال غادي يمشيو للدار الاخرى. بابا جاوبها شنو دخلنا في هذا الشيء، ولا راه كمال ما تلاش بغى يرجع يخدم وغيبقى جالس هنا وبنتك بغات تمشي لديك الدار باش تبقى بوحدها. الحاجه انا ما دخلنيش في هذا الشيء، الراجل ومرته بيناتهم ما سوقيش فيهم، المهم يخدم عليها ويهز مسؤوليتها ما تصرفاتش ليها. ولكن حلفات تتخرجها مني ديك الدار اللي جيت فيها انا وياه عندهم فيها لتحت اللي في المفروض انه مو ما خصهاش تعطي لولدها الساروت حيتاش عارفه بلي انا كيسكر وكيدخل الدراري معاه، غادي تعطيها ليه ولا كيجيب الشراب وصحابه وانا فوق منهم حتى كيسالي وكيطلع لعندي. الله غد ليه غبر نهار كامل، فاش عيطت ليه قال لي راني مشيت لهاد المدينه عند عمتي، شويه قال لي راني عند الطبيب، بقى تيخربق عليا. بالعشيه كنت تفاجئ وانا داخله الفيسبوك كنشوف واحد البنت لايحه واحد ستوري مع خواتاته وامه اللي كنت انا ساكنه معاهم فيها، دايرين حفله وطبله عامره بالماكله ومزوقه. انا بقيت غير تنشوف ويلي واش هذه دارهم، نفس الفراش نفس الطبله وكانت باينه حتى البيجاما ديال اختو وولد اختو حتى هو باين. ويلي هزي ديك ستوري وسجلته عندي. جاب الليل وسولته فين كنتي، مشيت مع عمتي هنا وديتها لهنا وهنا وهنا. ما كنتيش عند خواتاتك؟ لا. وهاد الحوايج فين بدلتيهم؟ لا راه مشيت دوشت في دار اختي الاخرى وجيت لعند امي. وشكون كان عندهم؟ حتى شي حد، لقيتهم دايرين الكوتي جالسه معاهم جارتهم وجيت بحالي. متاكده كمال؟ اها وريتو ستوري. وهاد الشيء فين كان؟ ها لا انا شي ما شفتوش وما في خباريش فين كان، منين جاك هاد الشيء؟ الدريه اللي عندي كانت في هاد العراضه، مال داركم معايا خويا؟ والله ما في خباري هاد الشيء، والله ما عارف. واخا سيدي ماشي مشكل، زعما بلا ما نعيق غادي يهز ليا تليفوني وغادي يبلوكي ديك البنت اللي كانت حاطه داك الشيء. انا فاش هزيت فيسبوك ديالي ما لقيتهاش، فهمت بلي انه شنو دار، ما دويتش معاه ديبلوكيتها ورجعتها. ديك الليله مازال قلت ليه جيب ليا الفخر نشعلو حيتاش الدار بارده، هو بلعجز مشى قالها لخواتاتو وكان كيسحب ليهم بلي انني كندير ليه شي حاجه، حيتاش هذيك هي الثقافه ديالهم وهذاك هو التفكير ديالهم وهكاك عايشين. فكان كيسحب ليهم بلي حتى انا دايره بحال هكاك. مع الصباح وهو انا نخرج كيدبر على راسو بشي خدمات وانا بقيت ناعسه، حتى كنسمع في باب الدار كتحل عليا، يسحب لي بلي انه هو حتى كيتحل عليا الباب ديال بيت النعاس بواحد الطريقه اللي ما كتوصفش. دخلوا معايا ومعاهم بنت جارتهم اللي معروف عليها واحد الماضي ما كاين ما نقول فيه، مقادين معكرين ولابسين. ناري باقا ناعسه، نوضي نوضي راه جبنا الفطور بغينا نفطروا معاك. مرحبا بكم، غادي جلسوا تبندوا وعيطوا على مرت خالهم حتى هي. نوضي نوضي دير لنا الفخر يشعل، راه حنا باغيين نديروا واحد التفوسيخ ما قديناش نديروها لهي، بغينا نتفسخوا هنايا. انا داوي على نيتي، انا غادي نديروا ليكم ولكن ما نقدرش نصوت عليه لانه كل ليله كنديروا. شعلوه وعيطوا على كمال وبركو كيفسخوا فيه كيفوسخوا فيه، حالتهم حاله وانا غير كنضحك. عطاو شي كموسه اللي كان تيخبي فيها، دخل المرحه عزكم الله ما عرفتش شنو دار وعاود خرج وخشاها في الماريو. انا قشعتو خليتهم داروا داكشي على خاطرهم. دخلت الكوزينه كنقاد في الغدا حتى كنسمع اختو كدوي مع امو. شوفي امي كوني هانيه بحال راكي كاينه انتي هنا، راني مقاده الوضعيه. ويلي هادو مالهم، ما تسوقش لهم وخليتهم في هواهم حيت عرفتهم مرات. حطينا الغدا بلا خواتاتو، حنا غادي نديروا الحفله في الدار في راس العام ونعيطوا على هذه وهذه وهذه، وكل واحد فينا غادي يحط 500 درهم ونديروا العشاء. انا ما تيهضروش معايا غير ساكته وكنشوف ديك صاحبتهم اللي ضربت عكيره حمراء وجايبها لعند خوها ومرتو. المهم شلا خطط تخططوا ديك الليله قدام عيني، مشاو فحالهم. جبت معاه الموضوع ما تيجاوبنيش، شويه تيبان ليا في الزليج شنو كان كيدير في التليفون ديالو. داوي مع شي وحده شويه غادي تصوني ليه. قلت ميكه ميكه شويه، قلت ليه شات تبرهيش؟ لا والله ما تنعرف، راه غير صاحبت فلان كدوي ليا حيتاش بغاني نصالحهم. شوفه كمال اذا كنتي ناوي تبقى في هذا الشيء الله يعاوننا ويعاونك، انا راه النهار الاول تبريت منك انك تحيد الشراب، ما تبقيش تمرضي لي راسي، راه ما كاين والو من هذا الشيء. المهم بقى تيدمق فيا ويسكتني. ومن هنا غادي يبداو قصص غير منتهيه ديال الخيانات بلا عدد مع صور اباحيه والمناقشات واللامبالاه والكذوب. هنا بدا واحد العدد غير محسوب ديال انني كنمشي كنغضب كل مره وكيجي كيراضيني، وعطيته عشرات الفرص حتى تحققت لي الكرامه ديالي. يا ما تلاح فركاني سكران وخرجت بالليل هزيته وانا كرشي لفمي، ويا ما تهانيت من عند عائلته وقربوا من صديقتهم واللي هي جاتهم حتى ولات الخليله ديالو وبالاشراف ديالهم. نهار كان كيديني لدارنا ولا دار خواتاتو كنت كنكتشف بلي انه كان كيجيبها للدار وكيدخلها لفراشي، وتيقول لي بلي انه راه خارج مع صحابه ولا راه سهران معاهم وهو راه لتحت مدخل الخليله ديالو. غادي نكتشف صور ديالهم وهم خارجين مسافرين سهرانين الى ما اخره، واكتشفت بلي حتى انه مشى يخطبها
داكشي كان كتير، وصراحه ما يكفيونيش حتى زوج حلقات باش انني نعاود التفاصيل اللي دزت منهم. الغلط اللي كنت ندير انني ما كنتش كنعاود لوالديا التفاصيل، وكان كنسحب ليهم بلي انني غير كنزيد فيه، اولا الوحم ديالي هو اللي كيهيئ لي هادشي كله. غضبت ومشيت تقلقت ومشيت لدارنا وطولت فيها وما بغيتش نرجع لعنده. غادي يرفع الدعوه نتاع الرجوع البيت الزوجيه، وانا غادي نرفع الدعوه نتاع النفقه. المهم نهار جاني الوجع عيطت على خوه وقلت ليه بلي انا طالعه للسبيطار باش نولد باش يعلمو، حيت هو ما كانش في نفس المدينه. غادي يجي خوه وقال لي انا معاك امه، وبقاو جالسين في الزنقه وما قدروش يدخلوا حيتاش خافوا من ردة الفعل من بعد ما داكشي دوزو عليا. من بعد غادي نعرف بلي انه شيخي عيط ليهم وقال لهم دخلوا لعندها وبقاو معاها وشاو ليها والدري الحوايج جداد وتهلاو ديك السيده، حيتاش فعلا باه كان الله يعمرها دار. دخلت امو هي الاولى كنشوفها داخله لعندي، وبحال خايفه انني نقول لها خرجي ولا ندور فيها وما قدرتش تشوف فيا. عنقتها حيتاش ديك الوقت كنت باغا غير شي واحد، حيت كنت نموت بالوجع. ولدت هبطوني للبيت ولقيت عائلتي كلها، والديا تحملوا مسؤوليتي وما خلاو ما داروا ليا. هو بقى عليا عافاك سميره انا غادي نرجع غير صبري معايا. امتى؟ دازت شي 10 ايام. هبط ليه ولده شافو قدام الباب. من بعد جا خواتاتو كيطلبوا كيرغبوا باش انني نرجع، ولكن كانوا جابوا معاهم واحد الراجل اللي ما كنتش عارفاه. لكن من بعد غادي نكتشف بلي انه فقيه. والديه بقاو في الدار كذبوا علينا وقالوا لنا بلي انهم راه مشاو للعزو. انا ما عرفتش شنو وقع ليا، بديت نقول دارنا خليني نرجع معاهم. هزيت الشنطه ديالي اللي فيها حوايجي الاساسيين ومشيت معاه بلا هوايه. صبرت على شي حوايج اللي يمكن تسبوني فيهم وتقولوا كيفاش هذه صبرات، ولكن انا براسي ما عرفتش كيفاش صبرت وما عرفتش كيفاش غمضت عيني وسكت على بزاف الامور. غادي نتصدم من بعد كيبانوا لي والدي بلي انهم جالسين، وطلعت اختو كتجري كتقول لهم راني قلت لهم بلي راكم كنتو في العزو. سلمت عليهم وسولتهم فين هو كمال. الله اعلم، ها هو جمعه 9 ديال الليل. شويه قال لي نسى شي حاجه سميتها فلانه، زعما ديك الخليله ديالو. ما فهمت والو وسكت. دازو شي ايام، جا النهار ديال العيد الكبير، تليفونو تيصوني. انا تقفز من بلاصتو وهبط. انا على نيتي هبطه في الدروج نجيب شي صخره من التحت، حتى كان سمعتي وشوش في الدروج. تنطلب شويه تلقات يدوي معاها مكالمه بفيديو تيقول ليها والله ما انا اللي رجعتها، راه دارنا وانا راني ما بغيتهاش وهذه وهذه. انا هنا تصدمت، طلعت تنجري. حصلني بدا كيغوت، واش انت ما بغيتيش تحيدي منك هاد القاعده؟ شوفي غادي نقول لك زوج ديال الكلمات، غادي تقبلي هاد الوضع حيتاش انا ما يمكنش نتفرق عليها دابا. علاش حامله منك؟ انا قلت لك غادي تقبلي حتى نسلك شوكتي بلا دم. واخا ما قدرتش نصبر، لا غد ليه فضحته قدام باه اللي ما فهم والو، وهزيت ولدي وخرجت. المهم صدمه من بعد صدمه. غادي نعاود لبابا كل شيء لاول مره بالتفاصيل، وقررت باش انا ندير الطلاق اتفاقي اللي كتبناه وسنيناه واللي في اسبوع غادي يخرج ليا. حبست معاه من الهضره وبلوكيتو، وخليت بابا هو اللي يتكلف بولدي يديه ليه ويجيبو ليه. وانا تهنيت دبرت على خدمه اللي كانت على قد الحال، وانا اليوم راني مسنطه العظامي. ولكن العبره من قصتي هي كالتالي. المهم المختصر من حكايتي، وبغيت يعني نعطي نصيحه للبنات، جوج نصائح. اول حاجه ما عمركم تخليو قرايتكم قرايه ومن قرايه ومن قرايه. البنات راه ما كاينش شي حاجه في الدنيا غد نقدك من غير قرايتك، واخا تكوني لاباس عليك، واخا تكوني فقيره، واخا تكوني بوالديك، واخا تكوني بلا والدين، القرايه ومن القرايه. انا حاليا خدامه في واحد البوتيك، يعني كيجيو البنات تبارك الله، الله يكمل عليهم، الله ييسر ليهم، ما حسدتهمش. كنت كنتمنى حتى انا كنت انا بحال هكا، تبارك الله قارين كلشي عنده بوست زوين، ها اللي في البنكه، ها اللي في شي يعني خدمه زوينه، طوموبيلاتهم، ديورهم، عايشين واحد الحياه لي زوينه، الله يكمل عليهم يا رب. حتى انا تمنيت كون كنت انا بحال هكا، ولكن انا اللي ما قريتش، انا اللي ما بغيتش، والحمد لله انا ما نعرضش شي حاجه اللي عطاها لي ربي، الله مكتب لي هادشي كنقول الحمد لله. ثاني حاجه كنشكر بعدا البنت اللي خدمتني صراحه، خاص كلشي يكون بحال هكا، اقسم بالله الا كانوا كاع البنات بحال هكا وكاع الشباب بحال هكا، واحد كيساعد واحد غنكونوا كلنا بخير وعلى خير. هاد البنت شدت بايدي، وانا كنت امس الحاجه الخدمه، كنت امس الحاجه شي واحد انه يعاونني. كنت كنقلب بالنهار بالليل، من نهار طلقت وانا كنقلب على خدمه وكنبكي، كنقول ما يمكنش انا نبقى والديا هازين وهازين ولدي، واخا باه كان كيصيفط ليا ولكن ماشي شهريا، مره فاش كنت كنقول ما يمكنش، خاصني نخدم، خاصني نهز راسي، ترى صيفط باه راه لولده ماشي ليا انا،
خاصني نكسي راسي، خاصني نهز راسي، خاصني نسافر حتى انا، خاصني ندير، خاصني نفعل، خاصني ناكل اللي بغيت، خاصني ندير اللي بغيت. لقيت هاد البنت شدات في ايدي وعاونتني وخدمت معاها في البوتيك ديالها ودارتني بحال اختها وكنعتبر هذاك البوتيك بحال ديالي. تاني حاجه اللي كنصح بها البنات، ما تجيش وتزوج عمرك تقولي هذا راه صافي كنبغيه كيبغيني صافي. لا، الحب ماشي هو كلشي، خاص يكون الاحترام، خاص يكون هذاك الراجل انه راجل فعلا يقدر ان تقدري انك يعني في اي لحظه غتلقايه في جنبك، ماشي غيخليك. يعني بزاف الحوايج حس صاحب ماشي هو الزواج ابدا. كنقول لكم صاحب ماشي هو الزواج، صاحب حاجه والزواج حاجه. يعني راه الزواج مسؤوليه، الزواج بزاف الحوايج. كاين اللي رجاله دابا صافي كيتزوجوا كيلوحوا المرأة اللي عند والديه وهو صافي ما سوقوش هذيك المرأة، دايرها انها جابها تخدم على والديه ويجي هو يقضي بها غرضه في الليل والله يعاونها ويعاونك صافي. ولكن لا، دا ماشي هو الزواج. وكيدعوا حتى دوك الوليدات، انا ولدي كنحس كنشوفه ضاع من اب ما عايش مع باه، انا كنشوف خوتي مع ولادهم كيضرني خاطري، كنشوف اي واحد في الزنقه مع ولده كيضرني خاطري. علاش ولدي تا هو ما يكونش مع باه؟ علاش ولدي تا هو ما يعيش مع باه وما يخرجوش وما يدورش معاه؟ بزاف الحوايج هادوك الوليدات فين كيبقاو في المشكل. انا يعني مأثرة من ولدي بزاف، كنقول معرفش كيفاش غيكبر، واش غيكبر حاقد عليا، واش غيلومني حس طلقت، واش غيعذرني، واش لا معرفتش. ولكن انا ما قديتش نكمل في هذيك الحياه، كون غير حسيت بهذاك الراجل انه واحد، ولو 1% انه يعني راجل معايا غنلقاه في جنبي، ولو شي نهار جا مني، ولو شي نهار هز بيدي، يعني ولو شي نهار غير نحس بيه باغيني بصح انا ولده. كنقول لكم كريا غير بيت وعشت فيه هانيه، يصرف عليا انا ولدي وباركه، وما نكونش يعني هز حمل بزاف الناس، كنا راني بخير. ولكن ربي بغاني هادشي الحمد لله، وكنشكر ربي وكنعاود الحمد لله على كل حال. وكنشكرك حتى انت أميمة بزاف 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 والله. عرفتي من نهار طلقت كنسمع كل نهار كنسمع الحكايات ديالك، حيت ما كنتش كنسمع بشحال هادي، كنرجع الحكايات القدام، القصص القدام، وكنصنت ليهم وخديت منهم عبرة، خديت منهم قويت شوية شخصيتي. انني وليت كنصلي، ما بقيتش مرات يعني كنتهاون على الصلاة، ولكن كنصلي وليت قريبة من سيدي ربي. بزاف الحوايج، بزاف الحوايج بسببك أميمة، أقسم بالله العلي العظيم. وعرفتي قبيله كنشوف كنسمع القصه ديالي الجزء الاول، اقسم بالله ملي بديتها وانا كنبكي، راه ما يمكنش كيفاش كتسردي القصص، راه بحال انا اللي كندوي، راه كل كلمه قلتها لك قلتيها، راه ما يمكنش والله. راك واحد الانسانه اللي بزاف، الله يعطيك تنتي منويه في خاطرك، الله يسهل عليك، الله يخلي لك بنيتك، الله يخلي لك مولا دارك، والله يكمل عليك، والله يعطيك منويه في خاطرك. الصراحه راك واحد الانسان اللي بزاف، الله يسهل عليك والله يعاونك والله يقدرك على هذا الفعل اللي كديري. كنشكرك بزاف بزاف والله. وهذه هي كانت حكايتنا الليله، حكايه واش من حكايه، بزاف ديال الاحداث وبزاف ديال الكوارث وديال الصدمات اللي تفاديت انني نعاودهم لكم، لانهم كل مره كيتعاودوش منك يا خيانه، وش شي حوايج اللي ما كيدخلوش للدماغ، شي حوايج اللي سبحان الله كيفاش هاد الانسان قدرات تصبر عليهم. ولكن الله اعلم واش كان داكشي بخاطرها ولا ماشي بخاطرها، لانه باش انك تصبري وتعيشي مع شي عائله بحال هذه اللي في قمه القذاره، اش غادي نقول لك؟ ربي تيبغيك ودار لك التاول ديال الخير. ونقول لك حيت قالت لي بلي انا مؤخرا راه حاول تيزنزن عليها كيف تيقولوا باش انه يرجع ليها. وياك ثم وياك ثم وياك انك ترجعي ليه. عمرني ما قلت لشي وحده في شي حلقه خلي راجلك ولا طلقي منه، ديما تنقول القرار تيبقى ليك. ولكن في هذه الحلقه ما يمكنش، هذه الحلقه لا، ما يمكنش صاحبه الحكايه ترجع لهذا الانسان. واش منك يا خيانه، واش منك يا غدر، واش منك يا فساد. ما تقلقيش على ولدك، بالعكس ولدك غادي يعيش مريض لو كان غادي يعيش في وسط هذا الشيء، في وسط عائله باه اللي كلها سحاره وفي وسط منه في الفساد. احسن حاجه درتي لولدك انك عتقتيه ودرتي هذا الاختيار، باقا مازال صغيره وايه في الجمال ما شاء الله عليك. ركزي على حياتك، ركزي على راسك، اعطي راسك فرصه انك تكوني مع الشخص الصحيح واللي بغاك.
خصو يكون في طريق ربي. فعلا انك اخطأتي من الاول، عرفتيه بلي انه في الشراب، وعرفتيه بزاف ديال الامور وتعاميتي، لانه اللي تيكون كبر في داك الشيء والنص ديال عمره مشى في داك الشيء، ما يمكنش تجي انت في اخر الدقيقه وتقولي الا بغيتي نكمل انا وياك تحبس الشراب وتحبس البنات، راه بحال شي دروغ، راه ما يمكنش. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فما تحاوليش ترجعي ليه نهائيا وابدا. شوفي حياتك، ركزي على حياتك، شوفي انك ديري شي حاجه في المستقبل ديالك، والباب اللي دخلك انت وياه سديه، ديري ليه السيمة باش ما تلاقاوش. هذه هي كانت نصيحتي، وهذا هو كان الرأي ديالي، علما أنه بيني وبين سميرة حوار طويل وجمعنا وقلنا بزاف ديال الأمور، لكن نتوما يا متابعين يا كرام إذا عندكم شي رأي عافاكم خليو لسميرة وما تبخلوش عليها. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا يمكن. سلام سلام.